ست مؤنس بتقول إن لنا أموات نتذكرهم بالدعوات والصدقات. أولا الصدقة ينفع تطلع لأكتر من متوفى؟ وسؤالها الثاني، هل الميت يفتقر إلى عدم زيارتنا؟ لأنها بتقول إحنا ما بنقدرش نزور في كل وقت. الأمر بيخضع على العموم للطاقة والاستطاعة. طبعا الميت يشعر بمن يزوره، بيأنس، يعني زيارة الحي للميت كزيارته للحي. شوف كده لما حد انت بتروح تزوره وبيستقبلك وبيبقى فرحان ازاي انك جاي له وانك بتوده وكده، كذلك المتوفى يأنس بزيارة الحي له، وبنلتزم بالآداب الشرعية في الزيارة. فقدر على قدر الطاقة نزور للاتعاظ والعبرة، ونسلم على هذا المتوفى وندعو له. والدعاء طبعا يصل في أي مكان، الإنسان يدعو بالدعاء المخلص لهذا المتوفى ولغيره.